كمان نهاية السيزن اوكي وقيام الكوم يعني تعرفونها انت كيف نهاية السيزن، غير ان هذا نهاية السيزن في مصيبة، الرنكات السيزن الجاية بتتصفر، فكل العالم داخلين يسوون تحدي. وش هو التحدي؟ تحدي الترولة، كل الناس قاعد تترول، واحد مهتم لان الرنكات بتتصفر، طبعا كلها بسبب برين، هذه الاشياء كلها بسبب برين، ما حد مهتم، حتى انا ماني مهتم، شوف حسابي كم صار؟ صار تم 200. فبما ان الرنك صاير سيء نهاية السيزن اوكي وهذا الحساب صراحة مهتم فيه، فقررنا نغير شوي ونلعب مع صديق الجديد. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا بصاحبي. اقول لك شيء، ايه كبيت اصحابي كلهم وجيت معاك. كفو. طبعا يا جماعه الخير في حالكم، ما ترون ابراهيم جيزاني نفس بندرتها. اول شيء يا جماعه الخير انا من المدينه، ابراهيم جيزاني، فعندنا صعوبات فهم بعض يعني مره ما يمدينا، راح نعاني. لا لا عادي عادي، كان اترج معاك اللي تشاهد يترج معاك. هذه البدايه. دقيقه يعني بسولف معاك بشيء اللي انت بيه. لا لا سالف سالف جيزاني يا رجال، شو ترجم عليك. طبعا يا جماعه الخير في حالنا ما ترون ابراهيم جانا قبل يومين قال لي انا العب الشخصيه ذيك ام عصا، فجرها. اذا ضربوك والله بزعلك بام عصا. انا ابو ايه هذا هو صديقي. الحين اقول لكم قبل ما نبدا اوكي، قبل ما نبدا اقسم بالله كل شيء راح يصير مزح واستهبال، وابراهيم متفهم وكلنا متفهمين. انا عندي الريز، عندي قدحه ترى مو القدحه هذه تخسرنا. طيب بما انك لاعب جديد على اللعبه بس الكسل لازم تجاوب. اول شيء لما تضغط ترى ترى لمسه حقي ترى رجل معصا بالله كيف والله جميله الشخصيه صراحه. زين زين عشان ناخذ البوينت حقهم. خذناه خذناه خلاص يا ابراهيم، لازمكم صحصح جيم سنس. انت ماشي الحين ايش رايك بمباراه، تحسها صعبه ولا سهله؟ والله صعبه الصدق، اقسم بالله انها صعبه يا اخي. والله انها مره مره. شيل شيل ميسي، شيل ميسي، شيل شيل شيل، عطى ميسي دف. وين وين هذا؟ وش دي؟ في مصيبه يا ابراهيم، اتوقع وش هي المصيبه؟ وشو؟ ميسي ضدنا جاب التي وانت للحين ما جبت، ليش؟ وش شوف السبب؟ لانه لاطف ظهرك انا. لا تريز لا تريز اللي ما اقوله، خليك معي انا كذا. اوكي. ما عليك ما عليك، شو شوت كبير. ابراهيم سوي تاتش، ابراهيم سوي تاتش، روح البوينت روح البوينت البوينت ابراهيم البوينت يا عمري التاتش. والله نجحت، دخلت ساكي انت يا ابراهيم تدري. ابراهيم زي ابراهيم احميك يلا. مش انت هذا كله قبالك وتقول احميك. دبغها دبغها عليك، عندي عندي، انت بس قول لي اقتل ميت بتشوف ميت واقتله بس انا. اخي فنان. حاضرين حاضرين. والله ابشرك صرت صاحبي، والله انك كفو تعجبني. انت كنت تسوي تراي اوت بعد؟ الله في اهم شيء اللي نجحت فيه. لا لا انت نجحت من اول، ترى انت نجحت من اول. الله يسلمك. في تراي اوت كان حق المنتخب لما قبلوني ما فرحت نفس ما انك فرحت ان انت قبلتني الحين. شعور عظيم والله يا ابراهيم. ابراهيم كيف انجليزيتك؟ اسفر من الصفر والله. اوكي هي سيد هيز انجلش از فيري جود جايز. هي كانت والله مو فيري جود. فهمتني؟ طب هذا كان اختبار. طيب طيب ابراهيم سو فالك سو فالك، اضغط كيو كيو قلت قلت. يا عمري نجحت في الاختبار، كان فالك خايس لكنك سمعت كلامي حتى لو انه غلط. كبيت ما تروح العب هدي هدي هدي. لا 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 بس اختبار يعني مرة ثانية انت تثق فيني. انت حسيت اني عندي وجهة نظر. ضغطت خاطري. كويس ابراهيم. هذا هذا من التراي اوت اللي انا اسويه لاي شخص في حياتي. اعطيه كذا اختبار غلط لكنه اذا ضغط الزر يعني نجح في الاختبار. وانت نجحت يا ابراهيم. مبروك عليك. حبيبي الله يسعدك. رايك ام بريك هذه؟ والله انها جيفة تقهرني. ايش يعني جيفة؟ يعني خايسة. ايه. ما ايش حسبتها شجرة. طب الحين ايش تختار رولات؟ يلا انا كمل دبس. يلا عادي تبانا تبانا اكمل ميرسي ما عندي مشكلة. انا بكريك بجنجي روح. طيب يلا جاء الوقت اللي تبدل، انا العب لك ميرسي. يلا يلا انا بلعب لكم عصا. يلا ليتس جو. والله انا ودي انك تسولف معي تعلمني كلمات جيزانية صراحة. خلاص تم قرأت المغنية اللي ابيك بها امس في البث. هدي 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 حب حب. اول شيء يا ابراهيم معلش حب حب كلمات يعني على قدراتي فهمت؟ انا مبتدئ. طيب وش انا اقول لك؟ شفت الاغنيه اللي كنت اكتب لك اياها في الشات امس؟ اي اللي تقول لي غنيها. ايوه ليش ما غنيتها لي؟ والله فنانة. ما حسيت اني انطقها صراحه. والله انها فنانه ترى. ايش هي؟ قولها نسيت انا. ما هو تشاب ومحلا قد لطيفي. والله يا ابراهيم اني ما اتذكر ولا كلمه من اللي قلتها قبل شوي. فهم لك الاغنيه كامله. والله العظيم صراحه. ما هو تشاب
ها دقيقة أنا أقول لك، ما هو تشابه ومحلق قد لطفي. ترجم الحين يعني وش تبي يعني وانت كله زين، فهمت؟ الله يسلمك الله يسلمك، والله الحين يجيك بكت 5 نجوم. يلا بس والله قاعد انا قاعد اترجم لك، قاعد اتعلم كثير صراحة. انا احتمال بعد فترة قبل بندرته، ترى بندرته صاحبي مي مي شيله، حرام عليك حرام عليك، فلقني بالرقم. ابراهيم مش ذا اللي شفته قبل شوي، رئيس كويس ابراهيم، حتى لو موت عشانك تستاهل. بتموت والله طيب. اقوم اطبخهم لك. افو يلا روح معك دمج، بس الان الان فوق، روح روح لا يا عمري يا ابراهيم، اعطيك كف خذ كف معصب. ابراهيم ابراهيم ضغطوا، انا ثاني انا ثاني. وش هذا؟ هذا مو يرجم حجران. انت ليش حاولت علي الحين؟ ليش كنت تضربني قبل شيء؟ ايش طلع فيني كذا؟ يعني شوفني يعني افرد عضلاتي يا عمري. والله كذا والله صادق. روح روح معك دمج بس. افو روح روح يا عمري. الاحصائيات تمديك تجيب النيوك اللي قلت لك عنه الجيم اللي فات؟ يمديك ولا لا؟ وين اللايف؟ وين انت يوم تعرق تركز وتسكت ولا وش؟ ابراهيم تسمعني حول. وين وين دقيقة ود وين؟ معلش فهد ما كنت تقول عادي عادي انا كذا انا كذا. راكري راكري افو حلو استعمال الالتي موفق جيم سنس يوم استعمل الشفت. ابراهيم مو قاعد يسمعني. اي ما يسمعني. ما في وقت النوم. قم 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 يا اخي، هذا دبغني يا اخي. الله دبغك يعني نومك؟ دبغني عصفقني يا زلمه. بقول لك شيء، انا اكره فرح لما العب جنجي. يلا عادي حقك. معلش والله معلش. لا انا اكره فرح، لا امزح والله ما اكره فرح. ريز تسمح لي؟ روح 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 روح. لو ما سمحت لي ما ريزت. كاني صفقتهم شوي. معلش والله تحمست. لا لا عادي عادي. العكس والله انا صدمت صدمت مستواك صراحه من مارس الجنجي. اقول لك انا فنان. ارجم في البحر وانا املص. عرفت الجمله؟ ارميني في البحر وانا اسبح وانا صح بالضبط. حاضرين خلاص. طيب يا ابراهيم الحين اللحظه المنتظره. ما وش هي اللحظه المنتظره؟ انا متوتر خلقه. اللحظه اللي حتثبت للناس اذا انت وحش او ان انت يعني مو مره اسطوري. تانك لا 1 في 1 مع يزن. بسم الله. حرقنا يا جماعة الخير، ما أعرف ألعب. لازم يا إبراهيم في النهاية أنا لازم نلعب ونفيان مهما صار، سواء اليوم أو بكرة بنا يلعبين ونفيان. يلا عاد ما في ميسي هنا يا شيك شيك. لا تطلع بالرماب، هذا الحلبة حقت المصارع عرفتها إبراهيم. يعني مو معقول أنك قاعد تركز. لا مو قاعد اركز، انا قاعد اتوتر اكثر من اول. هدي هدي هدي، روق روق لازم تروق. والله لا شوتك فرعوا لي يا جماعه الخير، فرعوا لي. كفو كفو. ايه هذا ابراهيم يا اخي، انت تلعب بيكم تلعب تعرف تلعب بيكم. عادي عادي اسوي لك كوبي. لا لا تشيلني كوبي استحى. والله شلني والله طمني بعد. اسمع اسمع خلنا اسمع اسمع لا سوي ديفليكت ليك. كنت تسوي التحدي اني اسوي لك دراجون وتكنسل تعكس فهمت؟ وتتبغر بام دراجون دحين. لا انت بتتبغني بام دراجون، انت حتعكس فهمت؟ بس تو ليت خلاص يا ابراهيم. بعدين ايش دخل ام الدراجون؟ كويس انه سحب علي، هو يعرق يا جماعه يسكت. الو من سبورت. الو الام. لا مو من سبورت انا وحش. طيب ايش رايك اعلمك شيء يفيدك والله صدق؟ وش لا تسوي جنب، لا تضغط سبيس. هذا عرفتها؟ هذا وش؟ انا كل الشخصيات اللي في اللعبه لا تسوي. اوكي يلا سوي تحركات يمين يسار. ايش اللي يضغط انك كراوتش؟ بالماوس خلينا اضغط كروشات يمين يسار يسار يمين يمين يسار على كيفك فهمت؟ لا تسوي جنب، سوي جنب يعني شوي مره. يلا يلا 3 2
شوف كيف التحركات صارت صعبة. قاعد تسوي جنب يا ابراهيم. اكفى اكفى يا ابراهيم، لا تسوي جنب. اي ادري انه بالغلط. اكسر اكسر سبيس اكسر سبيس. افو شو كيف؟ هاي يزن شوف كيف؟ المهم صار احسن والله. تعرف برين يا ابراهيم؟ اريتهم مقطع. يعني شفت مقطعه. اوكي كيف ايش رايك بالشخص؟ فنان يعجبني والله. تحس انه يدمر لما البلد. لما قال دمر المونكي ذاك اليوم رايته. الله دمر ام المونكي. دمر المونكي والله. والله يدمره. ليش طيب ايش رايك فيك شخص يعني؟ تقول شيء قبل شيء. لا والله منعسر. والله منعسر اقسم بالله. قاعد يفيد الناس كثير مره والله. قاعد يفيد الناس مره. بس بكره لو طاح ضدك مونكي ومي وسمترا وانت تلعب جنجي سبه هو. والله اذا لقيته مونكي انا اقفل المايك لانه يعني ما ينفع افك المايك. انا اكرهه زياده والله اني اكرهه. ايه برين هو اللي دمر البلد. يعني انت تلعب جنجي بتستانس فجاه يطيح ضدك 50 كاونتر. معقول الجنب يظلمكم زي كذا؟ يا ساتر يا جماعه هاي صعبه. يزن يزن افخلي يزن قتلت لك هناك. لا لا تعال 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 يندر. والله احرق روحي والله لا احرق روحي. يلا سنة 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 متساويين يا اخي. انا قاعد احاول اجيب هدات. لا الا الرجل ازمط عليك. الا الرجل ازمط عليك. الله لا ازمط عليك انا. تعال لا دقيقة 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 نتفاهم 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 يمكن الموضوع ينحل ودي. الو زلطني مرتين ليش؟ طيب ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات يا ابراهيم. اقول لك فرحت بكتها. اوكي مالك زعلت والله. خلاص بالغلط بالغلط. لا يا ابراهيم قد زلطني ثلاث مرات تقول لي مالك. باذن الله انت الرد. اصبر فين رحت انا؟ تحداك تشورني. تحداك تطلعني. شو يطلعني؟ شلون طلعتني؟ يا الهاك يا الهاك شلون طلعتني؟ شلون؟ ما اعرف مكانك انت. دقيقة تعال خذ هذه الأولى. ها شلون طلعتني يا ابراهيم؟ عندي نظرة ثاقبة يا رجال. عندك شاشة عندك شاشة ثانية بس مشغل فيها البث. يلا لك نظرة ثاقبة. انا فاق ما اقدر اخش من عندك. اضبطك. هو زبطني والله هو زبطني. باذن الله انت الرد. انزل انزل. تكفى تكفى. تعال 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 سبون تعال سبون. روح بريك بريك بريكيتا. تابع اوفراتش ليج؟ ما تعجبني يا اخي. تعرف اوفراتش ليج ولا ما تعرف اوفراتش ليج؟ لا. اوكي هذه بطولة عالمية. اوكي يلعبون دايم فيها بريكزن نحمي بعض. فانت خلك الشيلد حقي شيلد متحرك. تعال كذا صح؟ بلاش رايك. اي تعال خليك معي حرفيا. عطني باكات. تعرف تعطيني؟ عطني عطني. افو هذا الاول شلت عشانك. حميني حميني شيلت. عطني عطني باكات وراك وراك. طيب تعلمنا درس اليوم يا ابراهيم. وش هو الدرس اللي تعلمناه؟ الباك مو الباك. ان البوكس حق رماترا ما يتشلد. فهمتي؟ ان حطيت شيلد راح يستلي ضربك رماترا. تعرف رماترا؟ هذا اعرفها هذا اعرفها. بس انا كنت قاعد اضغط كليك يسار يعني ابي افلش. بس ركز علي عصب. يلا يلا اوكي اوكي. خطتنا صراحه فاشله. تعال ننزل على اليسار. على اليسار يلا يلا. شيلها شيلها الرماتر شيلها مره شيلها مره. يا وحش شيل الرم شيل الرم شيلها شيلها. ادعس عليها. اي 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 كفو. معلش هني تحمس والله. خلا 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 والله بالغلط معصر راح لحالها والله ضغطت.
في واحد انه يمكن تعال امشي. لا ما في شي نام كله بخمسة. طيب يلا تعال. جميل ليش مات؟ هذا الاول شيلهم كلهم والله اعطيتك والله عافية عافية. هذا شيء حلو ان نموت مع بعض ونرجع مع بعض. ابراهيم في مشكلة تعرف شيء؟ وشو؟ انا مهيئ 300 وانت مهيئ 600، يعني ايش قاعد نسوي صراحة؟ مرة قليل الهيل يا ابراهيم 1000، يعني حتى سولدر مهيئ اكثر منك تدري؟ لا انت مهيئ اكثر منك. ليش انا هبله هيل يا هبله فلوس؟ مو والله صادق معليش قلت هيله مجانا؟ والله والله صدق اللي يبي هيل يروح يلعب سبورت. بس احس عادي نتصدق عليهم نعطيهم اورب وكذا. يلا مشي مالك 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 ما تموت. فعلي يعني فزعلي صح؟ والله تندبغ الليلة. ادبغ اي. باك يا ابراهيم باك. ابراهيم باك. انا خويك عادي ما يحتاج بس. انا لازم فلوس ولا ما يحتاج؟ الو روح لا يوقفك شيء، لا يوقفك الا الموت. انجزاني روح لا يوقفك الا الموت. ايه دبغوني عادي اهم شيء اهم شيء. ما كذبت علي كبت انا اموت؟ ايش ما كذبت علي؟ ما كذبت علي يعني مو هيط ثاني قلت انت فنان ورحت هناك مدبر عادي. انا جاي معك انا جاي معك ما تموت لحالك. ايش قاعد تنتظرني؟ كيف العب دنيا زن؟ هذا كذب. اوف شكلك ما كيف تطلع والله. كراوتش بعدين بريك. شيل 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 اي عنفه اي مالك تحمست؟ روح شيل الفرح شيل الفرح. اخي الرام هذا شغلنا. طيب والله ما يعيش يعطيك صوله براج. انا اوريه. لا عجبني الكومب. جايك يا ابراهيم. انت مت ولا كيف؟ ايه بيبي يا ابراهيم شيل اللي يموت. انا لازم شيء لازم اشيل الفرح عشان اعطاك فراج. لما دبغته الليله مات. لا يريز في هذه ورا يم يريز اعطيه بالشفت. خليه ليه برسبل لك الفرح. ترهني يا اخي بشيل الفرح عشانك. يلا مشين. ابى اشوف هل انا استطيع اني الحق كلها الصدق. لا شراك في صيد فرح. الله انك ذي تقدر تطير وتدمج مدري وش 120 على الطلقه. والله شوف ترى هي قويه بس انه اذا انت ديسكان المفروض انك تنزلها المفروض. ايش قلت كذا ابراهيم؟ كان اختبار فشلت فيه لاول مره. تمدحها وتقول انت مثل دقيقه انت مثل شوف حركه اخي ذي الشخصيه الزق. والله شوتهم زبطهم. ليش حطيت لامب جثتي؟ طيب انا وراهم من تهيل اوكي؟ والله اشغلت اهلي يا الرام. انا درنك مسنبني بس خلني يا اخي. تعال نتبغ لحاله. تعال زبط. هذا ماله هذا السيمر. هذا سليم سنايب. هذا لما يصير السيمر يصير كذا. تخيل كذا. هاي ضربتك تفوز سليمر يلحق رم قلت بس انت تبي. والله انه فرح ون والله تكفى الحقها. طيب يا ابراهيم ما حم براج لو تموت منا مصيبه. خلك في البوينت ليس سي 9 لازم يفوز. انا بكري ان شاء الله اذا تثق فيني بكري. لازم نفوز ناخذ الليد عليهم. هذا ما له زعل فك عليها لحالها. مرات مويرا متخلفين تدري انت ولا لا؟ اي ادري نايس. حتى الجدع اللعبه يدري عن ذا الشيء. ليتس جو. ما خسرنا ولا جيم الحين يا ابراهيم.
اذا استمتعتم حطوا لايك، واذا ما استمتعوا يحطوا اللايك و لا اذا ما استمتعوا يحطوا ديسلايك حقهم ولا والله اللي ارى يحط ديسلايك الا الحق ابو معصر حق ميرسي. كفو، كان اختبار للمره التاسعه بس. المهم يا جماعه الخير، في حال عجبكم المقطع اتمنى تحطون لايك، واذا تبون حلقات قادمه مع ابراهيم والله ما عندي مشكله، انا استمتعت صراحه، اذا تبون او لا باذن الله اني بلعب مع ابراهيم مره ثانيه. الله يا جماعه استمتعت، يلا اللي في اليوتيوب يشوفكم على خير، لا تنسون اللايك والاشتراك يا جماعه، مع السلامه، باي باي.